فير بلاي نحكيو على السي اس اس. تفاجئنا الناس الكل يوم امس باخبار التخلي عن خدمات المدرب حمادي الدو من قبل اداره نادي صفاقسي، رغم ان المدرب كان قاد الفريق لتحقيق نتائج ايجابيه، اهمها الفوز بكاس تونس اكيد في موسم صعيب للفريق. على كل معنا سي حمادي الدو باش نحكيو معاه على التفاصيل نتاع الاقاله، هذه الاسباب خلينا ناخذ من عنده كواليس باش ما نعرفوهاش نحن، خاطر رياضيا الامور على العال. سي رضا اهلا بيك. سي حمادي سامحني كان معايا سي رضا المناعي بارامور مازلت بالتبرانجي معاه. تحية ليك سلام، تحية لجميع مستمعي اكسبريسيتي. مرحبا بك سي حمادي. دونك كما كنت تسمع فيا فاجئنا البارح الناس الكل نتصور، واكثر واحد تفاجئ هو انت، ما نتصورش ما تكون تفاجئ قدك. والله صحيح، معناها صارت المفاجأة البارح، معناها أول حاجة في الفترة الأخيرة كنا نحضروا يعني في البرنامج بتاع التحضيرات، كنت باتصال دائم مع أعضاء الهيئة المديرة خاصة مع رئيس الفرع السيد مواز المسيري، مع تيشوكري شيخ روح وزيزة نائب الرئيس، كنا نحضروا في البرنامج بتاع عام الجاي، كنا حطينا ديجا حتى الوقت بتاع الريكريت بتاع ليزونترينمون تاعنا، احتياجات الفريق، كانت الأمور على العال، لكن معناها تفاجأنا الناس الكل بصراحة بالخبر هذا ولا بالوضعيه هذه اللي ما كنتش حاضر لها بصراحه، لكن فوالا هذه يمكن اختيارات رئيس النادي، وبطبيعه ما هو الا رئيس النادي وهو حر في اختياراته ويعرف اكثر مصلحه الفريق، واحنا بطبيعتنا بنرحبوا باي قرار لنا الا اولاد النادي الصفاقسي، وهذيك هي الكوره، معناها هذيك هي الكوره. باهي بعد التتويج بالكاس يا حمادي، ما عادش حكيتوا في مستقبلك انت مع الفريق ولا؟ والله بعد التتويج بالكاس صحيح، مع الكلام هذايا كان مع نائب الرئيس يشوف روحه مع سي معاذ المسيري، على فكره نحب نقول لي انا معناها موقع عقد مع النادي الصفاقسي حتى الاجواء 2022. مازلت عندك عقد معناها؟ اي انا مازلت مربوط بعقد مع نادي الصفاقسي. كنا نحضروا في البرنامج كما قلت لك بتاع السنه القادمه، بتاع التحضيرات بتاع الفريق، بتاع احتياجات الفريق، بتاع توفير السيوله للفريق، اللاعبين اللي ماشيه، اللاعبين اللي باش نجددهم العقود بتاعهم، هذايا كل كنا في اجتماع دوري ويومي مع الاعضاء بتاع الهيئه المديره خاصه مع سي موز المسيري، وكان اتصالات زاده مع سي شوفي شفروحو، دونك كانت الامور معناها على العال، وما كانش ثم الوضعيه هذه ما كانتش موضوعه يعني بصراحه. اي فسرنا شنو صار البارح، كيفاش تلاقيت اتصال، شكون كلمك، نحبوا نفهموا خاطر مش مستني في جمله معنا الحكايه. والله البارح صار اتصال، كلمني في شكل شكروح ونائب رئيس نادي الصفاقسي، وما كنتش متواجد انا في الصفاقسي، وقال لي معناها والله قال لي انا علمت رئيس النادي وطلبت منه معناها على بدايه التحضيرات واحتياجات الفريق، قال لي ما راني لان رئيس نادي الصفاقسي معناها كان طلب مني انه يمكن مش يوقع تغيير الاطار الفني وحتى الاطار الاداري باش يكون ثم مدرب اجنبي، وهذه توجهات النادي. احنا نحترم اختيارات رئيس النادي ولو انه هي غريبه شويه، لكن هو كما قلت لك هو رئيس النادي ومن حقه انه يختار معناها الاطار اللي مش يكون موجود معاه ويختار الاطار الفني، وبطبيعه ما كما قلت لك صحيح الامور كانت غريبه شويه، لكن احنا نحترموا القرارات هذه، لكن نحب نقول لي احنا معناها خدمنا صراحه الحمد لله، احنا معناها في شهر ونص جيت في فتره صعيبه برشا، لبيت نداء الواجب ما هو النادي تاعي، خدمنا في ظروف صعيبه وعمره ما النادي الصفاقسي مر بالظروف هذه، والحمد لله معناها صار الاستحقاق الرياضي وتوجنا بكاس تونس، وكان معناها كاس هذه فرحوا به معناها الناس الكل. لكن كما قلت لك صارت الحكايه هذه، احنا نقولوا معناها بون كونتينياسيون كل سي اس اس، هذاك هو سي شكري كي كلمك اعطاك شي اسباب على الاقل باش نفهمه. والله لا، قال لي هذه هي استراتيجيه بتاع رئيس النادي، ورئيس النادي معناها عنده استراتيجيه اخرى، يمكن يفكر في مدرب اجنبي للفريق في الفتره الجايه، معناها هذا هو. اي كي جابك سي حمادي ما كانش يفكر وقتها في مدرب اجنبي، ما نحبوا نفهموا معناها خاطر علاش جيت، حتى السؤال هذا تو شفته حتى في صفحات نتاع السي اس اس، علاش جا حمادي الدو وعلاش مشى معناها، جوست تحب نفهموا. يعني قلت لك انا جيت في فتره صعيبه للفريق، جينا تعرف الظروف اللي مر بها الفريق، خدمنا برشا وقفنا برشا مع اللاعبيه، وبالمناسبه نحب نحيي اللاعبيه اللي كانوا معناها رغم اللي الظروف الماديه الصعيبه، رغم اللي عندهم معناها احتياجات الماليه بتاعهم، رغم اللي الظروف كانت صعيبه، لكن كانوا واقفين الفريق بتاعهم، كانوا رجال خدموا بكل امانه
حضرنا الكاس في ظروف صعيبة برشا، ما كانش ظروف عادية بصراحة، لكن الحمد لله وقفة الرجال معناها خليت الناس كل في مقابلة الكاس تكون حاضرة. أنا كنت نتصور أنه كأس تونس هذايا بالعكس مش يخلي الفريق معناها يكمل يبني على كأس تونس، لكن كما قلت لك كل واحد وتصورات بتاعه وكل واحد وكيفاش يفكر، وإحنا نحترموا معناها آراء المسيرين تاع النادي الفرنسي. نعرف أنا حتى عملت تضحيات، ظهر لي جاك عقد من السعودية مبلغ حتى خير من السي اس اس ورفضته، هذا عندي معلومة قول لي صحيحة ولا غلط؟ والله شوف انا لما جيت النادي الصفاقسي كنت مرتبط بعقد معناها وطبت، وهذا الكلام قلناه زاد في فتره سابقه، وكنت مرتبط بعقد وما قصرش رئيس النادي السعودي بتاعي معناها، طلبت منه قلت له هذا النادي بتاعي وهذا نداء الواجب ولازم يكون موجود في الفريق بتاعي وما نجمش نرفضه. والحق كان معناها في المستوى، وقال لي ما دام هذه الرغبه بتاعك والرغبه بتاع النادي بتاعك ما نجم كان نسيبك، وجيت النادي الصفاقسي. وبالطبيعه بعد نهائي كاس تونس ثم عقد معناها سعودي، وهذا عادي جدا معناها، انا عندي عقود وانا مانيش في النادي الصفاقسي، خلي وانا متوج معناها تونس، لكن رفضت العروض هذه ورفضت العقد هذا لاني كنت ماشي معناها على اساس انه مش نواصل التجربه مع النادي الصفاقسي، وكنت معناها نمني نفسي انه النادي الصفاقسي نعملوا دي ريكروتمون باهين، نجيبوا ملاعبيه في المستوى، نجدوا بعض الملاعبيه ونعملوا فريق معناها نجم يقعد في البوديوم معناها لمده طويله، والنادي الصفاقسي يبقى فريق القاب، وهذا اللي كنا نطمحوا له، لكن يمكن التوجهات هذه يمكن ما كانتش هي التوجهات تاع اداره الفريق. انا يعني نتصور حتى ممكن وقت خذينا الكاس يمكن ما معناها فريمون معناها شيء يدوخ، معناها حسيت اللي وكانه الناس مش فرحانه بالكاس، يعني غريبه معناها، هذا هو اللي يدوخني انا بصراحه. بصراحه عندك تفسير ولا؟ ما عندي حتى تفسير، معناها شو التفسير؟ اكيد خاطر فما كلام في الكواليس قاعد يتقال، ما عادش تحب تقوله انت ولا لا، معناتها ما عادش موجود، اكيد فما سبب خاطر فماش حاجه بلا سبب. والله ما نعرفش بالحق خويا اسلام، معناها تو انا ما نحبش نحط روحي زاده في موقع الضحيه بالاخر، لكن هو معناها ما فماش تفسير، معناها الفريق متوج قبل 6 ولا 7 ايام، الناس كل فرحانه، مشيت كنت الفريق في وضعيه بالحق صعيبه برشا من الناحيه الفنيه، دونك خدمنا خدمه كبيره، توجنا بكاس تونس، الاجواء كانت ممتازه، عملنا كما نقولوا النادي الصفاقسي حاجه نحب نقولها انه رجع للافريق، ما احنا بالكاس هذه رجعنا باش نلعبوا كاس افريقي وهذا مهم برشا. دونك هذا زاد اللي سمحنا له الناس الكل، كما قلت لك يمكن النتيجه هذه ما كانتش في تطلعات معناها الهيئه المديره بتاع النادي الصفاقسي، دونك هما بطبيعه عندهم الحريه التامه انهم ورئيس النادي بطبيعه اللي هو البريزيدون هو عنده زاد الصلاحيات باش ينجم يكون عنده استراتيجيه اخرى، ينجم يكون يفتش على مدرب اخر، يفتش على مدرب اجنبي عنده طموحات اخرى، كل واحد والاستراتيجيه بتاعه. لكن نحب نقول احنا خدمنا الفريق بتاعنا معناها بكل امانه. النتائج تقول هذا، ما تحتاجش باش تقول انت يا سي حماد. سي معز المستيري كيف قالتو عنده علاقه بتشبثه بمحمد الدو؟ علاش تشبثوا بمحمد الدو؟ معناها معز المسيري هو رئيس فرق كرة القدم، خدمنا مع بعضنا في ظروف باهية، كان هو اللي بصراحة أنا يعني نعطيه حقه السيد هذايا، كان واقف مع الفريق واقف معنا في التمارين، واقف معنا في الديبلاسمون، في الديبلاسمون تاعنا في الملاسين بصراحة ما قينا في الفندق ما ثم كان سي معز المسيري، ليلة المقابلة الكاس ما ثم كان معز المسيري واقف مع اللاعبين. هو كان بحذايا من عاش، كان شفته لهنا محمد علي الجويني سي حمادي وحكي قال معز المستيري معناتها من الناس اللي كاري له تقريبا عام كامل على حسابه الشخصي، معناها اللي يخلص له في الكلام. ما عنديش فكره على الموضوع هذا، لكن نشوف باش نعطيه حق الراجل هذا يخدم في النادي الصفاقسي بكل امانه، موجود في جميع التمارين، وقف مع اللاعبين، وقف معي انا شخصيا، وكنا معناها حتى في الفتره الصعيبه معناها وقت فريمون في الفترة الأخيرة وقت ما الملاعبية عندها مشاكل تاع فلوس، كنا ندخلوا الملاعبية البيتير وكنا نحكيو معاهم، وكنا جميع معناها استنفذنا جميع المجهودات بتاعنا باش الملاعبية زادة تتحول جربة ويقوموا بالمقابل الكاس. بالمناسبة الملاعبية ما نقولوش خاطر خرج كلام أنه ضربوا وكذا، لا الملاعبية ما ضربوش، لكن عبروا بطريقة حضرية واحتجوا لأنه الوضعية كانت صعيبة بصراحة بالنسبة للملاعبية، لكن الديسكور كان ديما بوزيتيف ما بيني أنا والملاعبية، ما بين معز المسيري والملاعبية، وأقنعناهم وقفنا معاهم وقلنا لهم في الاخير معناها حقكم معناها مش باش يهرب، معناها في الاخير حقكم موجود، وفهمناهم انه في الاخير هذايا تيتر ويزن نلعبوا على التيتر هذايا، وهذايا بالماريس النادي، بالماريس ليهم هما، ويزنوا يلعبوا زاد على المريول ويفكروا في قيمه النادي الصفاقسي اللي هو فريق كبير ويلعب على الالقاب، والحمد لله معناها خذينا الكاس هذايا. بالمناسبه نحب نقول زاد راه موازن السيري قام بعمل كبير وعمل جبار في الفريق،
وكان موجود في الفترة الصعيبة. معنا الرجل فيه حق وأنا ما بيني وبينه حتى شيء. وحتى في ما بعد كأس نهائي تونس بما أنه هو الفيزا في بتاعي كنت أنا وياه معنا نحضره بالنسبة للموسم القادم، بالنسبة للإطار الفني، بالنسبة لاحتياجات الفريق، بالنسبة للريكروتمون، بالنسبة للملاعبية المغادرة، بالنسبة للملاعبية الجاية. معنا إذا كان بصراحة بالتنسيق مع موسم السير اللي هو فيزا في معايا، معنا هو اللي هو اللي موجود معنا ونتعامل معه. لكن سمعت أنا بعض الكلام اللي قالوا لي شكري شكرا، سمعت زيادة من وسائل التواصل الاجتماعي انه وقعت اقاله موازن المسيري لاسباب انا بصراحه ما نعرفهاش مجالها، لكن نقول في موازن المسيري راهو اللي بكل امانه راهو خدم النادي الصفاقسي بكل امانه. حكيتوا في طريقه فسخ العقد، قلت لي مازال متواصل الكونترا نتاعكم. اي الكونترا نتاعي مازال متواصل، علموني انه يعني انتهت العلاقه تاع العقد ما بيني وبين النادي الصفاقسي، ما حكيناش على تفاصيل معناها تاع نهايه العقد، لكن في الامور هذه مانيش مش نختلفوا، انا قلت لهم نطلع من العقد، انا في خمس دقائق نوقع العقد وفي خمس دقائق نفسخ العقد، معناها ما هو النادي تاعي، الامور هذه ما 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 نحطهاش انا في الحسبان، انا جيت نخدم في الفريق تاعي في ظروف صعيبه، سايبت عقد في السعوديه، جيت نخدم في الفريق تاعي، فريق الام تاعي، انا كيما نقولوا لحم كتافي راه مخير النادي الصفاقسي، ولا حتى حد ما ينجم يشك فيه، لا رئيس النادي ولا غير رئيس النادي، باش نبدا واضح. انا نقعد محب وفي للنادي هذا الصفاقسي، بدون حتى كلام، دونك هذا النادي تاعي، دونك ماهيش مشكلة هنا. الوجهة القادمة توضحت ولا مازال بكري ترتاح شوية تو؟ لا تو مش نرتاح خويا، تو باش نصيف، خاطر تحب ولا تكره كل يد خذيت اختها، تو خلينا نكونوا واضحين. صحيح صحيح. في تونس ولا في سوسوا في اي الطريقه خايبه برشا، خاطر خلاوك لاخر وقت وما حدش حاجتهم بحماية الدو ما من الاول معناها. عادي كان ينجموا بعد مقابل الكاس يقولوا لي معناها بالضبط بالضبط العلاقه بالضبط، لكن تو معناها حتى كنت مع وكيل اعمالي معناها خلينا نكونوا واضحين معناها كل تو الفرق الكل معناها خذيت مدربين هذا عادي في كره القدم. تمنيت انه الخروج ما يكونش بالطريقه هذه، تمنيت انه التعامل مع حمادي الدو ما يكونش بالطريقه هذه، تمنيت انه التعامل مع ابناء النادي بكل صراحه ما يكونش بالطريقه هذه. نفس السيناريو بوج البال رغم النتائج الايجابيه. بوج البال وكذا، تمنيت انه ما يكونش معناها والله يشوف راهو ساهل في الكوره انه نخرجوا معناها بطريقه تعامل باهيه وبطريقه باهيه، ما تماش علاش معناها نوصل لهذايا، بالعكس انا تمنيت انه يوقع يكون ثم معناها طريقه تكون احسن من هذايا بكل امانه وكل صراحه. يعطيك الصحه، شكرا لك سي حمادي على دخلك معنا. جزيلا. بالتوفيق ان شاء الله في بقيه مشوارك التدريبي، اكيد مازال متواصل ان شاء الله الجاي افضل ليك. فاصل اشهري وبعد رجعي.